شخص أحرم عند الميقات وعقد النية بالعمرة ثم بعد ذلك تراجع عن عمرته وخلع الإحرام وعاد إلى بيته ولم يعتمر، هل عليه شيء؟ نعم، الإحرام إذا انعقد ما يجوز تركه ولا رفضه. قال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، لازم من إتمام الشيء الذي أحرم به، فعليه أنه يعيد ملابس الإحرام ويتجنب محظورات الإحرام ويؤدي العمرة التي أحرم بها. نعم.